السارية الرئيسية لقارب صيد مثبتة بحبل متين يمتد من أعلى السارية ليصل إلى سطح القارب، فإذا كان طول السارية يساوي 20 قدم والحبل معلق على السطح على بعد 15 قدم من قاعدة السارية، فما هو طول الحبل؟ إذا لنرسم قارب ونتأكد من أننا نفهم ما هو السطح وما هي السارية وكل هذه المصطلحات، لذا دعوني أرسم قارب. سأبدأ باللون الأصفر لنفترض أن هذا هو القارب وهذا سطح القارب، فيبدو القارب هكذا، إنه قارب إبحار، هذا سطحه، هذا الماء في الأسفل، هذا هو الماء، ومن ثم فالسارية عبارة عن هذا الشيء الذي يوجه الإبحار. إذن سأرسم السارية هنا، إنها ذلك الشيء العمودي، وكما هو معطى لنا فطولها يساوي 20 قدم، إذن هذه المسافة تساوي 20 قدم، هذا هو ما يوجه الإبحار. أستطيع رسمها كعمود حتى تكون أوضح قليلا، ونستطيع تظليلها إذا أردنا ذلك، ومن ثم نقول أن الحبل يتمسك بسطح القارب ويبعد بمقدار 15 قدم عن قاعدة السارية. إذن هذه هي قاعدة السارية وهذا هو السطح، الحبل يتمسك به ويبتعد 15 قدم عن قاعدة السارية. فإذا كانت هذه قاعدة السارية سننتقل 15 قدم هذه المسافة هنا، دعوني أعلم هذا، هذه المسافة تساوي 15 قدم، والحبل يتمسك هكذا من أعلى السارية كل هذه المسافة، إذن الحبل سيتجه هكذا، والمطلوب منا في هذا السؤال كم طول الحبل؟ إذن هناك عدة أشياء يجب أن ندركها، أننا نتعامل مع مثلث هنا وليس أي مثلث، فنحن نفترض أن السارية ستتجه للأعلى وأن سطح القارب يتجه لليسار واليمين، إذن هذا مثلث قائم، قياس زاويته هو 90 درجة، هذا مثلث قائم، ونحن نعلم هذا، فإذا كنا نعرف قياس ضلعين من المثلث القائم، بالتالي يكون بإمكاننا معرفة الضلع الثالث باستخدام نظرية فيثاغورس. إذن باستخدام نظرية فيثاغورس، وهي عبارة عن مجموع مربعات قياس الضلعين الأقصر في المثلث القائم سيساوي مربع الضلع الأطول، وهذا الضلع الأطول يسمى بالوتر، إذن يسمى بالوتر، وفي جميع الحالات الوتر عبارة عن الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 90 درجة، سيكون الضلع الأطول في المثلث الذي لدينا، إذن علينا أن نجد الوتر هنا، نحن نعلم أطوال الأضلع القصيرة، فيمكننا أن نرى هذا إذا أخذنا 15 تربيع، وهو طول واحد من الأضلاع الأقصر ومربعه، ومن ثم أضيف القيمة إلى مربع طول الضلع الآخر أي إلى 20 للقوة 2 قدم، وعندما أقول الضلع الأقصر ذلك يعني بالنسبة للوتر، الوتر هو دائما الضلع الأطول، وهذا يساوي لنفترض أن الوتر هو الخط المرسوم باللون الأصفر حيث أن لدينا ألوان جميلة هنا، هذا يساوي مربع الحبل أو مربع طول الحبل، نسمي هذه المسافة بآر، آر نسبة إلى الحبل، آر نسبة إلى الحبل أو نسبة إلى طول الحبل، إذن 15 تربيع زائد 20 تربيع يساوي آر تربيع، كم تساوي 15 تربيع؟ تساوي 225، و20 تربيع تساوي 400، إذن 400، وهذا كله يساوي R تربيع، 225 زائد 400 يساوي 625 عبارة عن R تربيع،
ومن ثم يمكن أن نأخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة، لأننا نتحدث عن مسافات، بالتالي نريد أن نأخذ الجذر التربيعي الموجب. إذا نأخذ الجذر التربيعي الموجب لطرفي المعادلة ويتكون لدينا يساوي R. الجذر التربيعي لـ 625 ويمكن أن تتلاعب بها قليلا، وإذا تعاملت سابقا مع أعداد تقع حول 25 فسترى أن هذا العدد عبارة عن 25 تربيع. إذا R تساوي الجذر التربيعي لـ 625 أي تساوي 25. إذا هذه المسافة طول الحبل يساوي 25 قدم.